بقول لك ايه؟ هو العميل زمان كان بيشتغل قد ايه؟ معروفه يعني من اول النهار لاخره. طب وين اشتغل قد ايه؟ من اول النهار لاخره برضه. مساء الفل. بما انك زميلنا في تلك البيئة المحيطة بينا 8 ساعات في اليوم على الاقل، واحيانا 16 كمان في الشغل، الشغل اللي بتقابل فيه اشكال والوان يا اخي، الشغل اللي في 2024 لسه فيه عبيد بالمفهوم القديم واسياد كمان بالمفهوم القديم برضه. والقصد هنا مش الشخص اللي بيكون عنده يعني ضغط شغل فبيكمل شيفتين لازقين في بعض 8 في 8 16 ساعة، ده اللي عنا يا سيدي وسميناها فول داي. قال يعني كده ما طلعش تين اهلك في الشغل. في 2012 الكاتبة ميليسا هوجنبوم عملت مقال قلب الدنيا، قالت فيه ان احنا عايشين وسط مجموعة كبيرة جدا من العبيد، وان احنا عايشين في وقت فيه عبودية اكتر من اي وقت تاني عدى في تاريخ البني ادمين، وان ممكن يعني ممكن نقضي على العبودية الموجودة دي في 30 سنة الجايين. واكدت ان وقتها في 27 مليون عبد موجودين يعني معانا في الكوكب بيمتلكهم بشر تانيين اسياد. يعني الرقم ده بالمناسبة خطير جدا جدا. بص عشان تفهم معايا الموضوع، التقديرات بتقول ان العبيد اللي اتنقلوا من افريقيا للامريكتين شمالية وجنوبية بداية من القرن الستاشر لحد 1807 كانوا حوالي 12.5 مليون عبد. خد بالك هي قالت امريكتين شمالية وجنوبية، يعني الجماعة بتوع برازيل والارجنتين وكوبا وجماعة فنزويلا بتوع الثورات والحرية. فاكر انت العالم دي؟ طبعا انت فاكرهم ناس غلابة مليانين طيابة. حبيبي مفيش غلبان هنا غيرك. واحدة من اكبر الدول في كار شراء العبيد ده كانت البرازيل، عذرا رونالدو الظاهرة لا مؤاخذة يا حاج روبرتو كارلوس. معلومات البرازيليين عن حقوق الانسان في وقت من الاوقات كانت زي معلومات مرتضى منصور عن الفضيلة. ابيض. في مصر بقى الموضوع واخد كيرف لوحده كده، لان من كام سنه فاتوا كان بيتقال ان في عندنا عبيد في الصعيد، عبيد بجد مش بتوع من 9 ل 5 زي حالاتك. والتاريخ كان غريب حبتين، يعني مثلا طلع واحد في التاريخ قال لك ما ينفعش يقعد جنبي على الدكه وانا قاعد، ما ينفعش يقف جنبي، ما ينفعش يبقى قاعد في الحته اللي انا قاعد فيها، لازم يقف بعيد. انت متخيل؟ لكن هو تقرير شفناه ما نعرفش مدى صحته وهل مستمر ولا لا. ومش عايزك تقول ان الجهل وعدم العلم هو السبب، يعني ما تبقاش طيب قوي كده، اكبر بقى. القصه مش كده خالص. الفلاسفه والعلماء في كل عصر ايدوا فكره العبوديه وادوا بدايه كمان للاجيال اللي بعدهم علشان يكملوا نفس الفكره، واولهم ارسطو اللي قال ان العبوديه جزء من الترتيب الاجتماعي الطبيعي. افلاطون بالمناسبه اعتبر ان العبوديه عادي يعني في بعض الحالات، عادي مش مشكله. نابليون بونابرت الراجل اصدر مرسوم رسمي يقول فيه ان العبوديه مفيده لفرنسا، وسمح لكل السفن اللي محمله عبيد تعدي عادي في فرنسا. عادي بادي كرومب زبادي يا صاحبي. جورج واشنطن الراجل اللي كان اول رئيس للولايات المتحده، الراجل اللي نادى بحريه الولايات المتحده واستقلال الولايات المتحده، في مصادر كتير بتقول انه فضل محتفظ بالعبيد بتاعته لغايه ما مات. بص انا مش هطول عليك، قول طول. العبوديه يا صاحبي ورث قديم قوي عمالين ننقله لبعض. في عندنا ناس عبيد لموضه معينه، وفي ناس عبيد لشكل معين، وفي ناس عبيد لقصه شعر معينه، لدرجه ان في ناس عبيد لشيب معين للجسم لو خسروه ممكن يخسروا حياتهم وشغلهم يا اخي. وناس في عبوديه من اول النهار لاخره بيضحوا فيها بوقت وجهد وصحه، وكمان بيضحوا بتربيه عيالهم عشان شويه حاجات كده يا دوبك تخليهم واقفين مكانهم ما يتحركوش. واكبر دليل على اللي بقوله ده ان في مستثمر اماراتي ظهر في بودكاست كان بيقول ان لما يكون عنده موظف شاطر بيديه مكافاه وبيدي مراته كمان مكافاه. ليه يا عم؟ لان كل ما بيجتهد في الشغل بياخد من نصيبها في الوقت والجهد والاهتمام اللي المفروض هي تاخده اصلا. ودي حقيقه العبوديه، حقيقه الفكره يعني، مش بالالوان زي ما انت فاكر. لان لو بالالوان يعني مثلا 1530 كان الاوروبيين عبيد عند الافارقه عادي. العبوديه هنا جوه دماغك يا صديقي. فكر انك حر، ما تخليش حد يهز فكرتك انك عبد عند حاجه او عبد عند حد. وخد بالك ان الخوف ملوش علاقه بالجبن، الخوف كلنا خايفين، لكن الجبن صفه ممكن تحطها جوه دماغك وتعيش على اساسها، وكذلك العبوديه. ما تخليش نفسك عبد الحاجه. خليك عارف ان ولايات امريكيه زي ميسيسيبي مثلا لغت العبوديه في 2013 بس، يعني من كام سنه يعني. فالموضوع بقى ملوش علاقه لا بلون ولا تعليم ولا حقوق انسان ولا ديمقراطيه ولا الكلام ده خالص. العبوديه والحريه موجودين جوه دماغنا، بس انت لازم تبقى عارف انت تقدر تعمل ايه. سلام.